هنا في مسرح أحداث اليوم، هنا في موقع انفجار الذي كان يستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية في شارع المعسكر الروماني في منطقة رشدي. هنا وتحديدا زرعت عبوة ناسفة، قالت المعلومات الأولية أنها تزن حوالي 10 كيلو جرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار. وأسفل هذه السيارة تحديدا زرعت العبوة التي انفجرت وأثرت في المنطقة بالكامل، وكما ترون أعزائي المشاهدين تفحمت السيارة عن كاملها، إضافة لحوالي 5 سيارات أخرى تحطمت وتهشمت وتأثرت بشدة الموجة الانفجارية الناتجة عن هذه العبوة. أيضا من آثار الانفجار تأثرت المباني المجاورة والنوافذ، هناك تساقط لزجاج من النوافذ الشقق والمنازل المحيطة بموقع الانفجار. أيضا تأثرت بعض المحال التجارية نتيجة لشدة الموجة الانفجارية. هناك أيضا هبوط أرضي بجانب السيارة التي زرعت أسفلها العبوة شديدة الانفجار من مادة تي إن تي حسب المعلومات الأولية. من المتعارف عليه وطبقا للمعلومات الأولية أيضا التي حصلنا عليها أن هذا الشارع هو ممر أو الممر المعتاد لموكب مدير أمن الإسكندرية، حيث يمر من منزله الواقع في شارع قريب من هنا وتحديدا في شارع سوريا، حيث يمر بهذا الشارع وعبر شارع المعسكر الروماني مرورا إلى منطقة أبو قير وحتى مديرية الأمن. كان في عربية مركونة، العربية ديت مفخخة، كانت المفروض اللي هي الهدف بتاعها اللي هي تستهدف مدير الأمن بتاع اسكندرية، عشان هم عارفين اللي هو بيعدي من هنا. تمام، بس الحمد لله يعني عربية مدير الأمن هي عدت. تمام، بس هي أصابت يعني العربية المؤمنة لي. أما بقى بالنسبة للخسائر عندنا في المحل، فأنا الحمد لله يعني ما حصليش أي حاجة غير اللي هو الباب الإزاز بتاع المحل بس هو اللي اتكسر. هو عمل هنا الواجهة اللي هي اللي على اليمين ديت واللي على الشمال هنا هوت، ويعني الحمد لله، بس احنا يعني يمكن أخف شوية من ناس تانية هنا موجودين في المكان برضو، يعني غير الناس اللي فوق برضو غير الناس اللي تحت هنا مختلفين شوية. يعني الاساس كله اتكسر، المكان كله دغدغ، المكان اللي احنا شغالين فيه كمان هنا باظ، مش عارفين نعمل ايه. الاساس بتاع المول اللي فوق اتكسر وكل حاجة باظت، يعني كلنا خاطينا وكلنا مع حاجة يعني ما تتصورش وما نشوفها، ما شفناش قبل كده وعمرنا ما شفنا حاجة زي دي. هل في كاميرات مراقبة انتوا حاطينها على المحل؟ كاميرات مراقبة في كل حتة، في حضرتك العربيه اهي كاميرا مراقبه مصوره العربيه، وفي كاميرا مصوره برده دخلت المحل والواجهه واللي حصل كله.